ولا زلنا مشاهدينا الاعزاء في الشان اليمني، وينضم الينا هاتفيا ايضا الدكتور عبد الحفيظ النهاري رئيس الدائره الاعلاميه في المؤتمر الشعبي العام اليمني. بدايه دكتور عبد الحفيظ ارحب بك على اكسترا نيوز، وبالامس كان هناك العديد من الانشطه التي قام بها المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيث عندما التقى المسؤولين اليمنيين وايضا ربما مسؤولين سعوديين لبحث الازمه اليمنيه وبحث اتفاق استوكهولم. برايك هل هناك من مبادرات جديده لاحياء هذا الاتفاق الذي تم ابرامه بين الطرفين في 14 ديسمبر، يعني اكثر من 7 اشهر ولم يتم التقدم خطوه واحده في هذا الاتفاق؟ في الواقع ان الاجتماع الامس الذي اجتماع الامس واول امس على الذي تم على ظهر السفينه الامميه لم يخرج بشيء جديد. نعم. ما تم الاتفاق عليه نظريا في مساله المرحله الثانيه واعاده الانتشار احيل الى جريفيث، او بالاصح رفع الى جريفيث للبت فيه من خلال اللقاء بالاطراف ولعل رحلته المكوكيه الجديده التي تبدا بالرياض ترتبط بتفعيل هذا الجانب. عمليا ليس هناك جديد على الارض، المعلومات ميدانيا تقول ان الاشتباكات مستمرة أو بالأصح الخروقات من قبل الميليشيات الانقلابية جارية كالعادة، بل ربما زادت بالأمس، وبينما كانوا على ظهر السفينة يتحادثون ويتفاهمون كانت الاشتباكات المتقطعة والخروقات مستمرة من قبل طرف الميليشيات الانقلابية. مجلس الأمن وافق على تمديد بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة لستة أشهر أخرى. ما هو دور هذه البعثة بما أن حضرتك تقول أن هذه الخروقات الحوثية لم تتوقف في الحديدة منذ تم الاتفاق أو اتفاق استوكهولم، وحتى الآن لم تتوقف هذه الخروقات، ما الذي تقوم به هذه اللجنة؟ نعم أخي هيثم، مع الأسف هذا ما يحدث ويفهم من الاجتماع الذي تم بالأمس وكأنه مجرد تفعيل أو تسوير لإعادة التكليف للبعثة الأممية في الاستمرار، وكأنه مجرد اجتماع عابر أريد منه الحصول على تجديد مجلس الأمن لاستمرار هذه البعثة في عملها. طبعا الجميع غير راض عن أداء البعثة جملة وتفصيلا، وهي تراوح ولم تنجز ما هو ملموس، أي شيء ملموس يتعلق باتفاق استوكهولم. ورغم أن المراحل فيها واضحة وليس لها أي علاقة بشأن بعض الغموض في بعض التفسيرات، وإنما هناك تلكؤ وعدم جدية في تسمية الأشياء بأسمائها وفي إنجاز الجدول الزمني من قبل البعثة الأممية، لأن البعثة الأممية إذا كانت جادة تستطيع أن تمارس ضغطها على الميليشيا الإنقلابية وأن تحرز تقدما في أي مستوى من مستوى اتفاق استوكهولم. نعم، هذا الاتفاق كان ينص على التزام الحوثيين بفتح المعابر خلال فترة وقف إطلاق النار. برأيك هل ستلتزم جماعة الحوثي بفتح المعابر، وهل عدم فتح المعابر حتى الآن تمثل صعوبة أمام الأمم المتحدة أو أمام برنامج الأغذية العالمية لوصول المساعدات إلى الشعب اليمني؟ لنأخذ مثالا اجتماع الأمس الذي انصب كله في مسألة تثبيت إطلاق النار، وبينما كان الاجتماع قائم لم يكن هناك تثبيت لوقف إطلاق النار، وبينما انتهى الاجتماع بعد ذلك لم يكن هناك تثبيت لوقف إطلاق النار وظل الحال على ما هو. الميليشيات الحوثية تقوم بالخروقات على مدار الساعة، والقوات المشتركة ما
تعاني من هذه الخروقات وتحاول أن تلتزم وتدفع الضحايا من العسكريين ومن المدنيين على حد سواء بسبب هذه الخروقات التي لم تلتزم حتى بالاجتماع الذي كان حاصلا بالأمس على ظهر السفينة، وفي الأثناء تكرر هذه الخروقات وتمارس بشكل صارخ على الأرض ميدانيا. الدكتور عبد الحفيظ النهاري رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.